أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى إقلام جديد نفصل فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. جاء في المدى تأزم عشائري حكومي، الصراع على المياه ينطلق من ميسان. نطالع في يقين تزايد خطر الإصابة بالأمراض السرطانية في مدينة الموصل. ونقرأ في الشرق الأوسط صمت المنصات يربك العالم وخسائر بالمليارات. في عربي 21 جاء رقم صادم للأطفال المعتدى عليهم جنسيا من قساوسة بفرنسا. ونقرأ في القدس العربي فرنسا انتهاكات جنسية ل 330 ألف طفل في مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية منذ 1950. في الجارديان جاء تحت عنوان هل ساهمت معلومات من قاعدة بريطانية بمقتل سليماني؟ ونتصفح في العرب الجديد واشنطن ستبلغ تل أبيب بأنها ستسلك سبلا أخرى إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران. نبدأ من صحيفة القدس العربي ومقال للكاتب مثنى عبد الله تحت عنوان مقامرة عراقية سادسة، حق البقاء أم حق الاختيار؟ بعد بضعة أيام كما تعلمون سيدعى العراقيون للتصويت في سادس انتخابات تقام منذ الغزو في عام 2003، وعلى الرغم من أن الكثير من ورش التفكير المعطوب باتت تردد ومنذ فترة بأن هذه الانتخابات ستكون حاسمة وتقرر مصير العراق، فإنها هي ذاتها قالت الشيء نفسه في كل الانتخابات السابقة ابتداء من الأولى عام 2005 وحتى الأخيرة عام 2018 التي لم يشارك فيها إلا 20% في أعلى التوقعات، ومع ذلك لا مصير العراق تغير ولا الطاقم السياسي تبدل. هذه نتيجة حتمية تماما، فأين القوى السياسية والاجتماعية التي تسعى للتغيير الإيجابي ونشر ثقافة سياسية صحيحة؟ إن الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر تشرين الأول الجاري التي قيل إنها جاءت نزولا عند رغبة المتظاهرين الذين خرجوا في ثورة تشرين من عام 2019 لن تفلح في تحقيق شعارات الثورة على أرض الواقع كحقائق ملموسة، فمهما كان نوع الانتخابات مبكرة أم اعتيادية ومعها النظام السياسي أيضا لم تعد قادرة على إنتاج حل في العراق. والسبب في ذلك هو أن النظام السياسي الذي يعد للانتخابات ويتدخل في تشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات والمال السياسي والميليشيات جميعها هي الفاعل الرئيسي في هذه العملية. لقد التف هذا النظام السياسي ببدلة مدرعة منذ ثورة تشرين، وبدل أن يبحث في جذور الرفض والاحتجاج الذي أعلنته الجماهير راح يطور من وسائل العنف لأغراض المواجهة اليوم ومستقبلاً، كما خرجت القوى الطاردة للدولة علناً بسلاحها إلى الشارع مستعرضة قوتها أمام المؤسسات الحكومية في تطور دراماتيكي الهدف منه إشاعة الخوف والهلع في صفوف الناس كي تثبت أنها هي من يملك السلطة والدولة، ولذلك سقطت المراهنة مرة أخرى فيما يقال من أن الانتخابات في العراق يمكن أن تكون أداة سليمة وقانونية لمعالجة الاختناقات والاختلافات والنزاعات على السلطة والنفوذ والحكم، بل أثبتت كل الانتخابات السابقة أنها أداة غير قانونية، وأنها في كل مرة تعيد إنتاج العديد من الصدامات والكوارث. إن أول شروط نجاح الانتخابات هو عودة العراق إلى مرحلة الدولة الوطنية، وتحقيق ذلك مرهون بالقوى السياسية التي تتحكم المشهد، كما يعتمد بصورة أساسية على الإجابة عن ما هي بنيتها وما هي تركيبتها العقائدية وما طبيعة ولاءاتها الدولية والإقليمية. هذه كلها
اليوم معوقات حقيقية وليست مفاتيح حل، لأنها كلها لا تملك قرارها الخاص، كما أن ضمان النجاح مرتبط أيضا بأن تكون الانتخابات خطوة ضمن سياق كامل من الانتقال الطوعي نحو الديمقراطية الدستورية المسبوقة بعدالة اجتماعية ومساواة في الحقوق والواجبات وسيادة القانون. وفي صحيفة الميثاق الوطني كتب أحمد صبري عن تعامل الإعلام مع الانتخابات العراقية، حيث اتسمت الفترة التي سبقت الانتخابات بالفوضى والإرباك وما نتج عنها من مواقف تشير إلى أن المشهد السياسي الحالي عنوانه التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين، ناهيك طبعا عن دور وسائل الإعلام في تكريس هذا الواقع لصالح قوى نافذة حاولت تدوير نفسها من جديد رغم فشلها في إدارة شؤون العراق على مدى السنوات الماضية، مستخدمة طبعا الإعلام بقنواته المتعددة لتبييض سمعتها وتسويقها للجمهور بأساليب بعيدة كل البعد عن الواقع المعاش. عمد سياسيون ومرشحون إلى إغراء الوسائل الإعلامية التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية داخل العراق وأخضعوها لأجنداتهم الخاصة، وبدا مشهد الإعلام المحلي مأزوماً ومربكاً للناخب، وتحولت البرامج الحوارية والفواصل الإعلامية إلى محاولات للإطاحة بالآخرين والتأثير في حظوظهم، وما أثار الانتباه إلى طريقة تعامل الإعلام إزاء الانتخابات المقبلة، لأن بعضه تحول من ناقد للفساد والمفسدين إلى مساحات إعلانية تستغل مشاعر الناس وتستغفلهم وتروج لبعضهم مقابل أجور عالية، فاخترق الوسط الإعلامي بالفساد وشراء الذمم عبر توظيفه لخدمة مرشحين عبر قنوات معظمها غير مستقلة من دون مراعاة القيم المهنية، ناهيك عن الدعاية الفجة والمبالغة في تقديم المرشحين، وساد المشهد الانتخابي نماذج في تغطية الانتخابات المقبلة هي الحملات المباشرة والدعاية لكيان سياسي محدد الذي اعتمد على أسلوب الحملات السلبية، وبقيام وسائل الإعلام بتكريس معظم تغطيتها للهجوم على كيان سياسي محدد، واستناداً إلى ما تقدم فإن المؤسسات الإعلامية العراقية لم تؤدي واجبها المهني في تبصير المواطن وتوعيته وساهمت بتضليله خلال فترة الدعاية الانتخابية. أحمد صبري يقول: وسائل الإعلام المختلفة اتخذت من التغيير شعاراً للترويج لمرشحيها وحث الناخبين للتصويت لهم، إلا أن المشهد السياسي كان يتشكل بعيداً عن هذا التوجه باصطفافات طائفية أعادت استنساخ معظم رموز الطبقة السياسية من جديد، الأمر الذي سيبقي العراق يعاني من عدم الاستقرار وغياب الأمن وتكريس الطائفية السياسية، ناهيك طبعاً عن تراجع دور الدولة ومؤسساتها أمام تغول الميليشيات المسلحة في المجتمع العراقي. مركز سام رسام نشر مقالا تحت عنوان العلاقة بين الناخب العراقي والمرشح. حسين صالح السبعاوي يقول في مقال: ما نشاهده اليوم في العراق من علاقة بين الناخب والمرشح هي أشبه بالعلاقة بين الراشي والمرتشي، ففي مرحلة الدعاية الانتخابية يكون الراشي المرشح والمرتشي هو الناخب، ثم تنقلب العلاقة بينهما بعد انتهاء الانتخابات ووصول المرشح إلى مجلس النواب، فمن كان راشياً يتحول إلى مرتشي، والنائب الذي كان يدفع للناخب مقابل انتخابه يتحول إلى مرتشي ليعوض خسارته بعشرات الأضعاف مما دفعه للناخب وبالدولار، بينما الناخب الذي قبض الفتات سوف يدفع أضعاف ما أخذه من المرشح مقابل خدمة بسيطة يحصل عليها وهي حق من حقوقه، وبهذه الطريقة يتعامل أغلب المرشحين مع ناخبهم. هناك أساليب أخرى يعتمد عليها المرشح لخداع الناخب، وهي الوعود الفارغة والغير منطقية،
وهي أن يتبنى المرشح وعوداً تخص السلطة التنفيذية ولا تخص عضو مجلس نواب لا من قريب ولا من بعيد، مثل الوعد بتقديم الخدمات ومنح الوظائف وغيرها من الوعود. ألا يعلم المرشح والناخب معاً بأن مهمة عضو مجلس النواب هي التشريعات القانونية والرقابة على السلطة التنفيذية لمتابعة أدائها، وليس له مهمة أخرى سوى هاتين المهمتين، والتي هي غائبة تماماً عن برنامجه الانتخابي أو دعايته الانتخابية؟ بعض المرشحين تجدهم في دعايتهم يعانون من عقدة النقص، فتجده منتفخاً كالليث وهو قرد. مقابل هذا السلوك المخادع يظهر لهم الناخب المرتشي الذي بدأ يتعلم منهم الخداع، فتجده قد طاف على جميع المرشحين وقبض منهم جميعاً، وهو يعدهم بالتصويت لهم، لكنه في يوم الانتخابات إما يتركهم ويستغل عطلة يوم الانتخاب بالنوم والراحة بعد أن طاف عليهم جميعاً، أو يذهب وينتخبهم جميعاً في ورقة الانتخابات كي تسقط الورقة وتعتبر باطلة، ثم يقسم لكل واحد منهم على انفراد على أنه قد صوت له، وبهذا يكون قد صدق وهو كذوب. جميعنا يبحث عن الحل ولا إجابة شافية للمشكلة العراقية. لنرى ماذا يقول صالح السبعاوي. يقول: إن الحل الحقيقي للمشكلة العراقية هو إنهاء هذه المهزلة والشروع بعملية سياسية وطنية جديدة لا يشترك فيها من قتل الشعب العراقي أو سرق المال العام، عملية سياسية وطنية تحفظ سيادة العراق وتنقذه من هيمنة الاحتلال وتحترم المواطن الذي هو رأس مال الوطن. جاء في الميثاق ماكرون الفرنسي يكرم الخونة. مقال للكاتب وليد الزبيدي نشرته صحيفة الميثاق الوطني، حيث يقول: يثير تكريم الرئيس الفرنسي ماكرون بين مزدوجين الحركيون الكثير من ردود الأفعال داخل فرنسا وخارجها، واشتعلت وسائل الإعلام الجزائرية غضبا بسبب ذلك. إذن من هم الحركيون؟ الإعلان عن هذا التنظيم ربما، ولماذا تصاعدت ردود الأفعال حيث ارتبط بمعنى كلمة الحركيون؟ تلك ارتبطت في الذهنية الجزائرية والفرنسية كذلك في أدبيات المقاومة وفي العالم على الأقل خلال العقود الخمسة المنصرمة، ارتبطت بتسمية الخونة والجواسيس وأعوان المحتل. سارعت القوات الفرنسية لاستمالة ضعاف النفوس من الجزائريين، وبدأت بتشكيل ما سمي بالحركيون، وكانت مهام هؤلاء الذين بلغ عددهم 200,000 شخص بالتجسس على المقاومين الجزائريين والوشاية بهم وكتابة التقارير عنهم. وأسندت القوات الفرنسية للعساكر من الحركيون، وكان بينهم عدد كبير من الضباط برتب عالية أسندت مهاماً قتالية ضد مجاميع من المقاومة، وكان هؤلاء يطاردون المقاومين ويعتقلون ويعذبون الكثير منهم. واعتقد هؤلاء أن فرنسا ستكرمهم للخدمات الدنيئة التي قدموها لقواتهم الغازية، إلا أن السياقات الصحيحة تفرض غير ذلك. فالنفس البشرية في جميع الأوقات والظروف لا تستسيغ الخونة، وتحديداً الذين يتعاونون مع المحتل ضد أبناء جلدتهم، فتم عزلهم في مخيمات لا تتوفر فيها أبسط مقومات العيش، ومنذ ذلك الوقت يطلق عليهم الفرنسيون قبل الجزائريين صفة الخونة، ووصل الأمر إلى أبناء هؤلاء وحتى أحفادهم الذين دفعوا ثمناً كبيراً لما ارتكبه الأجداد والآباء من خطايا بحق عوائلهم وشعبهم. وفي العراق كذلك تم تأسيس الصحوات لمطاردة المقاومين والوشاية بهم وتعذيب وقتل من يقع بأيديهم، وكان ذلك لصالح المحتل الأمريكي المجرم أواخر العام 2006 وخلال السنوات اللاحقة كذلك. يضيف تكريم ماكرون للحركيون بين مزدوجين العديد من علامات الاستفهام على سلوك فرنسا إزاء العرب والمسلمين، وبدون شك يسيء للشعب الفرنسي كثيرا.
إندبندنت نشرت وتقول: تركيا وروسيا تستفيدان من عالم خطير ومتغير. قالت صحيفة إندبندنت البريطانية في مقال لمراسلها بورز دراغي إن تركيا وروسيا تستفيدان من عالم خطير ومتغير ليس فيه حلفاء أو أعداء ثابتون. وأضاف الكاتب أن الرئيس التركي وصف العلاقات بين واشنطن وأنقرة بأنها الأسوأ على الإطلاق خلال 18 عاما من زعامته تركيا، مشيرا لأنه قال في اجتماع جمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي بعد فشله في تأمين اللقاء مع بايدن: المسار الحالي لا يبشر بالخير، وبين مزدوجين نقطتين، والنقطة التي وصلنا إليها في علاقاتنا مع الولايات المتحدة ليست جيدة. بعد أيام قليلة وصل أردوغان إلى مدينة سوتشي الروسية، واجتمع حوالي 3 ساعات مع رئيس فلاديمير بوتين لإجراء محادثات كان من ضمنها تأمين المزيد من المشتريات التركية لأنظمة الدفاع الروسية الصنع S-400 التي أزعجت واشنطن وفرضت بسببها عقوبات. تركيا تتحرك أعمق وأعمق في المدار الروسي، مستدركة في الوقت الذي كان أردوغان يتقرب فيه من بوتين كانت تضع اللمسات الأخيرة على صفقات رائدة مع كييف لبناء طائرة دون طيار هجومية من طراز بيرقدار TB-2 على الأراضي الأوكرانية كي تستخدمها القوات الأوكرانية ضد القوات الانفصالية المدعومة من روسيا. ووصف الكاتب ذلك بأنه كان استفزازاً للكرملين، حتى الغرب لم يجرؤ عليه، وأنه جاء بعد أن وافقت أنقرة على بيع 24 طائرة دون طيار إلى بولندا رغم اعتراضات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو. ويضيف أن بين أولئك الذين يدرسون العلوم السياسية والعلاقات الدولية كان كل الحديث في السنوات الأخيرة حول ظهور عالم متعدد الأقطاب، حيث تخلت الدول عن التحالفات القديمة بين الشرق والغرب أو الشمال والجنوب، وعن شراكات مجزأة ومؤقتة لصالح المصالح الشخصية البحتة. يقول الكاتب: ربما لا يوجد مثال أفضل للعالم الخطر الذي لا توجد فيه لدى الدول تحالفات أو عداوات ثابتة أكثر من الروابط التي تربط وتفصل بين كل من تركيا وروسيا والغرب. وأنهى الكاتب مقاله قائلا إنه في النهاية ستصنع تركيا حلفاء مع الغرب أو الشرق، وذلك لأنها ببساطة تامة تسعى وراء مصالحها الخاصة مثل العديد من الدول الأخرى التي ترفض أن تكون محاصرة من قبل تحالفات قديمة. وجاء في الساندي تايمز: خطة CIA للانتقام من أسانج مجنونة وخطيرة. نشر صحيفة ساندي تايمز تقريراً أعده جيمس بول، قال فيه إن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج أنهى في مثل هذا الشهر قبل عامين فترة سجنه لمدة 50 أسبوعاً لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة عندما كان يواجه عملية الترحيل إلى السويد، ورفضت السلطات البريطانية الإفراج عنه بكفالة بذريعة الخشية من فراره ولم توجه له أي تهم. في الأسبوع الماضي علم أسانج والعالم أنه كان سيواجه الأسوأ لو تم ترحيله إلى الولايات المتحدة، فقد كشف موقع ياهو أن المخابرات الأمريكية تحت إدارة مايك بومبيو الذي أصبح وزيراً لخارجية دونالد ترامب ومسؤولين آخرين ناقشوا سلسلة من الخطط لاختطافه وحتى قتله، ولم تكن هذه هي الخطط الأكثر تطرفاً التي تمت مناقشتها، فقد نوقشت أخرى وهي نصب كمين له حال مغادرته لملجئه رغم احتمال معركة مع ناشطي الكرملين في شوارع لندن، ولخوف عملاء الاستخبارات الأمريكيين من نقل الروس له إلى موسكو فقد تحدثوا مع نظرائهم البريطانيين وطلبوا منهم إطلاق النار على أي طائرة روسية يعتقد أنها تحمل أسانج قبل إقلاعها لو اقتضى الأمر. ولم يكن اغتيال أسانج على الطاولة حسب معدي التقرير وهم زاك دورفمان وشين ديميلر ومايكل إسكوف، مع أن مصدراً أخبرهم بأن ترامب طلبه. وبهذه الخطط
فقد أثبتت CIA أن توقعات أسانج المتدنية منها صحيحة. وفي عام 2012 نشرت ويكيليكس بيانات حصلت عليها من تشيلسي مانينغ كشفت عن وجود فرق موت أمريكية في أفغانستان، وسلطت الضوء بشكل غير مسبوق على وزارة الخارجية الأمريكية ونشاطاتها حول العالم من خلال 250 ألف برقية دبلوماسية. ويقول الكاتب الذي عمل مع أسانج عدة أشهر عام 2010 إنهم كانوا يحاولون معرفة المدى الذي ستذهب إليه وزارة الخارجية لمنع الكشف عن البيانات التي لا تعجبها. ورغم الموقف الضعيف إلا أن إدارة بارك أوباما اعترفت في حينه بالواقع، لأن ويكيليكس كانت تنشر البيانات مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية المرموقة بما فيها النيويورك تايمز والغارديان، ولهذا فمن الصعب جدا توجيه اتهام لأسانج بدون توجيه تهم لعدد من محرري الصحف الرائدة في العالم. وفي خبرنا اليوم، شركة أمنية إسرائيلية تشتري بمليار دولار موقع شهير وهو VPN، حيث كشفت وسائل إعلام عن صفقة لشركة إسرائيلية استحوذت بموجبها على موقع VPN الشهير. زعمت الشركة الإسرائيلية أن الصفقة تهدف إلى إنشاء ما وصفته بخصوصية المستهلك المتميزة وأمنها. يتهم الاحتلال الإسرائيلي بالأحرى بلعبه أدوارا خبيثة في الأمن السيبراني، إذ إنه يبيع تقنيات تجسس لأنظمة عربية وغربية بشكل مستمر. أترككم الآن مع متابعة شيقة مع الكاريكاتير. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.